السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. في حلقه سابقه اتكلمنا عن مثبت السرعه كاوبشن مهم وجميل موجود في العربيات الحديثه. اتكلمنا عن مكانه، وظيفته، اهميته، وكمان طريقه تشغيله. ممكن انت تتفرج على الحلقه من خلال الرابط ده او تبحث على النت باسم مثبت السرعه عصام غنايم. النهارده هنتكلم عن اوبشن تاني مهم جدا وجميل جدا، بس مش بنفس انتشار مثبت السرعه. النهارده هنتكلم على محدد السرعه او سبيد ليميتر. طبعا زي ما قلنا هو مش موجود الا في العربيات الاوبشن العالي قوي، اللي هي كامله الاوبشن، العربيات الفول لودد، انما مش موجود في كل العربيات. النهارده هنتفرج برضو وهنعرف مع بعض على مكانه، وظيفته، اهميته، وطريقه تشغيله. وفي اخر الحلقه هنجاوب على سؤال، هل هو بنفس اهميه مثبت السرعه ولا هو اوبشن مضاف على العربيه ومش مهم قوي. ودلوقتي يلا بينا نبدا الجزء العملي بتاعنا. اول حاجه فين مكانه. مكانه في العربيات الياباني والكوري بيكون في الجانب الايمن من المقود زي ما احنا هنا شايفين، وبيكون ملحق بمثبت السرعه. في العربيات الصيني بيكون في الجانب الايسر، بيكون معكوس. في العربيات الاوروبي بيكون ملحق بمثبت السرعه في ذراع اسفل المقود او اسفل الدركسيون. ده بيكون مكانه. شكله عامل ازاي؟ زي ما احنا شايفين العلامه بتاعته بتكون عباره عن رمز لمداد السرعه في السياره، بس بيكون جنبه هنا في زي علامه تعجب او زي العلامه كده مثلا بتاعه تحديد المواقع. شايفين انتوا العلامه دي؟ طيب طبعا ده بخلاف بقى مثبت السرعه اللي بيكون الشكل بتاعه عباره برده نفسه عداد السرعه بتاع السياره برده رمز ليه، وهنا بيكون عند سهم مقابل المؤشر بتاع السرعه اللي موجود. فطبعا ده ايه؟ ده شكل ده وده شكل ده. طيب نرجع تاني لمحدد السرعه بتاعنا. محدد السرعه بيشتغل ازاي؟ مبدئيا يا جماعه اول حاجه بتعملها علشان تشغله بتروح جاي على الرمز بتاعه وتروح لامس الزرار بتاعه لفوق. خلاص هيبدا يظهر لك هنا في لوحه العدادات عندك، هتلاقي ظهر دايره جواها كيلومتر فاضي وجنبها الرمز بتاعه اللي زي ما قلنا عباره عن عداد سرعه، وجنبه كده علامه تعجب او جنبه الرمز بتاع المواقع. خلاص طيب هو كده اشتغل؟ لا هو كده ما اشتغلش، بس هو كده بقى مستعد للتشغيل. بمعنى ان انا دلوقتي مثلا على سرعه 80 كيلو، هبدا ان انا المس كلمه ست زي برضو مثبت السرعه بالظبط. تمام هلاقي هنا السرعه بقت 77، دي السرعه اللي انا عليها حاليا. طيب عايز اعلي السرعه شويه، هنخليها مثلا هنا 80. خلاص كده بقت السرعه بتاعته 80. طيب هل هو دلوقتي مثبت السرعه على 80؟ لا، هو بخلاف مثبت السرعه، هو مختلف. انا دلوقتي اهو دايس بنزين او دايس فرامل، هو ملوش اي علاقه، هو شغال. خلاص طيب امال هو وظيفته ايه؟ يعني هو بيعمل ايه وبيشتغل ازاي؟ لاحظ بقى معايا، انا دلوقتي هبدا ان انا ادوس بنزين اهو، انا دايس بنزين اهو والعربيه بتجري اهي، بتتسارع اهي، هتيجي عند ال 80 كيلو. لاحظ العربيه اتلجمت، وقفت، الار بي ام نزل وهي واقفه على 80، مش راضيه تزود اهو. مهما دوست البداله للاخر، يعني لاحظ ان انا دايس البداله اهو للاخر، هشيل رجل اهو واحطها تاني اهو للاخر اهو، ولا اي حاجه، هي واقفه على 80 كيلو. هي دي وظيفته، ان هو بيحدد لك السرعه، هو اسمه كده سبيد ليميتر. خلاص فهو كده محدد السرعه. طيب تعالى بقى هنا في تركيه فنيه قوي، انا دلوقتي ماشي عليها اهوت، انا محدد السرعه تمام، وبعدين لا قدر الله في مفاجئ، في مقطوره عايز اعديها، في اي غلطه عايز اعديها، اعمل ايه علشان اتخطاه وبسرعه؟ هروح جاي دايس كيك داون. يعني ايه كيك داون؟ شايفين انتوا هنا البداله، هروح جاي قرص البداله كده مره واحده للاخر، هتلاقي العربيه اتسرعت اهي وبدات انها تزود سرعتها عادي خالص وتتخطى النظام. لاحظ اهو. طيب انا شلت رجلي، لاحظ ان هو دلوقتي بيدي فلاشنج وبيقول لك انا المفروض انت محدد لي السرعه على 80 الا انك تخطيت ال 80 دول. خلاص بس لاحظ ان انا كسرت النظام وبسرعه، يعني انا تخطيته وبسرعه، يعني ما احتجتش ان انا اوقفه، ما احتجتش ادور على الزرار بتاعه فين. طيب انا دلوقتي شلت رجلي على كل حاجه ورجع تاني اهوت، العربيه نزلت السرعه بتاعتنا تاني، انا عديت الموقف الخطر بتاعي وبدات ان انا ادوس بنزين تاني. لاحظ هنا ان هيجي برضو عندي 80 كيلو وهيقف تاني والعربيه هتلجم تاني ومش هتقدر انها تزود السرعه بتاعتها. عايز ازود السرعه زي ما احنا قلنا بنزودها هنا من زائد اهو، لو انا فرضا عايز ازود الليمت بتاعي عايز انزله هنزله من هنا برضو، وبالتالي اهو شايفين انا دلوقتي عالي عنها، تبدا هي ايه تفرمل نفسها لحد ما توصل للسرعه بتاعتنا. هي دلوقتي بتديني فلاشنج اهوت برضه، بتقول لي انت كده متخطى السرعه اللي احنا عايزينها، وهتبدا ان هي توقف نفسها لحد ايه
ما توصل للسرعه بتاعتها وتقف على كده تاني. ولاحظ ان انا دلوقتي دايس البدال اهو، اهو دايس البدال اهو، وهو دلوقتي واقف على ايه؟ على 73. لاحظ بقى اللي هيحصل في العربيه كده عشان تعرف هو وظيفته بيعملها ازاي. لاحظ انا دلوقتي هفصل النظام خالص، هروح جاي لامس الزرار التاني، شوف كده، شفت العربيه طلعت تجري ازاي؟ لان الدوسه بتاعتي اصلا كان المفروض انها تجريها كده، الا ان هو كان ملجم العربيه. طبعا هتقول لي طب انا استفدت ايه؟ يعني ايه الهدف منه يعني؟ طب وجوده في العربيه ليه؟ هقول لك بص يا صاحبي، هو له ميزه جميله قوي واحنا محتاجينها اليومين دول تحديدا، اللي هي ايه بقى؟ هو المفروض ان هو وظيفته ان انت الطريق له حد سرعه، حد سرعه يعني ايه؟ يعني مثلا في عندك رادار على الطريق ده على سرعه 80 كيلو. فانت بتروح جاي محدد له السرعه مثلا على 75. هتطلع هتنزل هتوقف هتجري هتعمل هترجع تاني عند سرعه 75 كيلو ومش هتتخطاها. فانت مهما سرحت مهما ما انتبهتش مهما اي حاجه، هو حاميك من مخالفه الرادار، حاميك انك تتخطى السرعه المحدده للطريق بتاعك. فطبعا دي ميزه جميله جدا. تخيل بقى هو هيوفر لك قد ايه، او خاصه اليومين دول الرادارات المنتشره انتشار رهيب في القاهره حاليا، يعني بيزرعوها تقريبا مكان الشجر. فتخيل بقى ان ده هيحميك من كام مخالفه. شوف انت كان المفروض تدفع كام مخالفه وبيحميك منها. انت مجرد ما مشيت على طريق عارف ان حد السرعه بتاعه مثلا 80 100 60 ايا كان حد السرعه، بتروح ظابط السبيد ليميتر بتاعك او محدد السرعه بتاعك على السرعه اللي انت مش عايز تتخطاها، وهو هيبدا يحدد لك سرعتك. اجري بقى اعمل، تمام، هو انت مش هتخطى السرعه دي، ميزه فيه. الميزه الثانيه كمان ان انت فرضا ان انت بتعلم حد السواقه، فرضا ان انت ابنك اللي هيسوق او زوجتك اللي هتسوق وعايز تحدد لها السرعه، فبتروح برده محدد لها السرعه، واول تحديد للسرعه بتاعه زيه زي بالظبط مثبت السرعه، بتبدا من 30 كيلو وطالع، فهو ده اقل تحديد للسرعه. لاحظوا هنا كده مثلا هو ماشي على الهادي خالص اهو، لو انا جيت شغلته تمام اهو دلوقتي هاد سرعته خالص 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 خالص. لاحظوا كده اول تحديد للسرعه هو 30 كيلو، يعني برغم ان انا اقل منهم بس هو مش هيقدر ان هو ينزل عن كده، ده اخر سرعه عليه. تخلينا بقى احاول اتخطاها، شوف العربيه مش راضيه تتخطاها اهو، الار بي ام نزل وهي مش راضيه تتخطاها برغم ان انا برده نايس بدله للاخر، الا ان هو مش هيرضى يتخطى السرعه دي. يبقى دي كده اهميه محدد السرعه. سؤال حلقتنا بقى واللي انا مش هجاوب عليه وهستنى اجابتكم في التعليقات، هل انتوا شايفين ان محدد السرعه ده مهم وجوده في العربيه ولا مش مهم ومجرد اوبشن اضافي ملوش معنى وزياده فلوس على الفاضي؟ هستنى رايكم في التعليقات. ما تنسوش دروس اعجاب علشان الحلقه دي مرشحه لناس كتير تشوفها. ما تنساش كمان ان انت تشترك معانا في القناه علشان تشوف اكتر من 1000 فيديو في كل ما يخص مجال السيارات. هتتفرج على فيديوهات تعلم قياده وتعلم ركن، وكمان فيديوهات بتعلمك الصيانه بتعرفك على اجزاء العربيه، وحتى لو هتشتري عربيه جديده او قديمه هتلاقي عليها ريفيوهات بتعرفك مميزات وعيوب العربيه بكل حياديه وبكل فنيه. كمان ساعدنا في نشر الفيديو ده لان ده اللي على خير كفاعله، واكيد في ناس كتير حابه ان هي تعرف المعلومه دي. اشوفكم باذن الله على خير في تريكات جايه كتير وحلقات جايه اكتر. وايه، سلام عليكم.